الرحمن الرحيم. ما زلنا معكم ومع جميع الناس من يستمع لهذا أو لهذه الدعوة، ستكون دائما على اليوتيوب باسم جاك ماجازين دليل ومجلة جاك. طبعا الرسائل نسمعها وهي بالعربي، باللغة العربية. المجلة ستكون باللغة الإنجليزية، وهناك مسابقة في المجلة ستكون باللغة العربية والإنجليزية. والهدف من المسابقة هي دعم المجلة، لأنه المجلة ستكون وقف لدعم الصحة والتعليم. في هذا الفيديو أتكلم عن المسابقة، وهي مشاركة كل من تصله المجلة. يعني في الأول سنطبع كمية من المجلة، ممكن 3000 نسخة، فكرة المجلة ثقافية، ولنعلم مواضيعها عن المواضيع الحديثة والتقنيات الحديثة، وبالأخص بعد زمن كورونا، وبالأخص تهتم المجلة بمن ولدوا أو مواليد ما بعد 2000. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة لتصل إلى كل المدعوين للاشتراك في دليل ومجلة جرين أند جولد جاك ماجازين. هناك في هذه المجلة دليل خدمات ضبط زيارة بيتية طبية، وفي هذا الدليل والمجلة بإذن الله ستصدر المجلة في أول أو الربع الأول من عام 22. سندعو طبعا من مصر الأطباء، نسجلهم في المجلة. سيتم تسجيل 500 طبيب لكي ترصد المجلة لقاءات معهم، وكل طبيب له فرصة أن يستعرض 10 حالات أو 10 حالات فعلية لها قصص مع المستفيدين من الخدمة الطبية. طبعا 10 حالات مارسها الطبيب، فهنا فرصة لعرض هذه القصص مع الحوار. سيتم التعريف بالأطباء، وأيضا الحالات هذه سيتم متابعتها
طبعا يفضل انها تكون الحالات اصحابها موجودون اي على قيد الحياة، والحالات صفتها من تم متابعتهم في عيادة الطبيب. يعني الطبيب يعطينا قصص، مثال حالة مثلا لطبيب العيون مرت عليه وحب انه يعرضها، او طبيب العقم يحب انه يعرضها سواء متلقي الخدمة رجل او امرأة، او حتى القلب طبيب قلب. فالحالات التي لها قصة، يعني بمعنى تم معالجتها، وقد تكون الحالة لها تاريخ، يعني لم يتابع المريض أو المتلقي الخدمة مع الطبيب، يعني أتى وأجريت عملية. طبعا الحالات مربوطة بالعمليات، يعني ما نريد حالات اللي هي بالشفاء بالعلاج بالدواء، لا، أدت إلى عملية، يعني الطبيب نفسه تابع الحالة، والطبيب اللي هو الجي بي جنرال براكتس، أو الطبيب اللي يحول الحالة إلى جراح. يعني تكون القصص عمليات جراحة كلها. طبعا هذه الحالات تعطي إثراء. علاقتها بموضوع المجلة اللي هي لو كانت هذه الحالات تم متابعتها، يعني بمعنى انه القصة او الشخص اللي تلقى العملية، المريض اللي تحول للعملية، تمت او تم متابعته بعد العملية. وهنا الهدف، لانه كثير من الاحيان تنجح العمليات لكن بعد كده تصير مشاكل، مثلا عملية زراعة عضو من الأعضاء كلية، أو زراعة شبكية. فخلينا ناخذ على مثلا زراعة كلية المثال. فلو كان زراعة كلية العملية تنجح، لكن بعد كده هل نجحت العملية لمدى طويل، أو صاحبها ما بيعاني من الزراعة، يعني هل تلائمت مع الجسم؟ طبعا المجلة بتهدف إلى أثر غرف التنويم بعد العملية. بعض العمليات أصحابها يحتاج إلى تنويم، حتى عملية الولادة مثلا، الولادة القيصرية أو كذا. فالتنويم هنا أو غرف التنويم في المستشفيات، يعلم كل الأطباء يعني من سنتين وثلاث سنين في مشاكل، أو حتى خمس سنوات أصبحت الغرف التنويم ممكن تسبب الاي سي روم او العناية المركزة، فيها الجو او فيها التعقيم الهواء وفيها تجديد الهواء،
يعني لا يمكن انه يكون هواء هذه الغرفة مضر بالصحة. انما غرف التنويم والعيادات في المستشفيات وفي المستوصفات وحتى غرف الملاحظة ما فيها تجديد هواء، وهذا طبعا يجعل مستوى ثاني اكسيد الكربون اعلى من حد الخطر اللي هو 1500. يعني لو وصل 1500 من مستوى ثاني اكسيد الكربون، 1500 جزء من المليون، يعتبر المكان كامل التلوث. يعني يصير تلوث عند المريض اللي أجرى عملية جراحية، والمريض يكون طبعا التلوث هذا سبب لمضاعفات وفشل العملية. فالمجلة بتعرض القصص، وحنتابع القصص مع الأشخاص. نجد بعض الأشخاص لم يعني بعد العملية لم يمكثوا في المستشفى طويل، فهنا نبقى نتابع. يعني مثلا ناخذ مثل لعملية زراعة كلية، في شخص بعد الزراعة خرج على طول على البيت، وفي شخص مكث في المستشفى أسبوع. فنبنتابع الحالات ونشوف مثلا الناس اللي خرجوا بسرعة هل العملية تعتبر ناجحة، يعني ما صار مضاعفات، وهذا المتوقع. وبالنسبة أو نسبة مثلا لو عندنا 20 حالة، في منهم 10 خرجوا بسرعة و10 جلسوا، فنشوف نسبة من 10 اللي عملياتهم نجحت 100%، طبعا المتوقع اللي خرجوا، يعني خرجوا سريعا ما جلسوا في غرف النوم، راحوا البيت. فهنا تجي خدمة البيت، يعني تلقى التنويم واخذ العلاج وهو في غرفة التنويم، لكن في ليس في المستشفى انما في البيت. فعندنا 10 تلقوا العلاج مدة مثلا 5 ايام في المستشفى، نشوف نسبة نجاح عملياتهم بالنسبة للعشرة اللي تلقوا العلاج في البيت. فهنا نجد النسبة تكون عالية لنجاح العمليات للي تلقوا العلاج في البيت. فالمجلة كأنها مجلة جاج، كأنها بتتابع العملية ومدى المضاعفات اللي بتحصل. انها تفترض اشياء وما في قصص وما في عينات فعلية. وهنا نستفيد، حتى الطبيب يستفيد معلومات، لانه كثير يعملوا زراعة كلى بعدين تصير مضاعفات وكذا. مثلا نحن بنجلس على المثل نفسه زراعة كلى، ثم المريض يتابع مع ناس تانين والطبيب كمان ما بيتابعه. فهدف المجلة انها على الاقل الطبيب يبدأ بعد اشتراكه في المجلة جميع يعني اللي اجروا عمليات جراحة يتم متابعتهم اول باول. ويكون هناك نصيحة لعدم النوم في المستشفيات. وطبعا المجلة بتعرض
الموضوع هذا، لأنه هناك أشهر الدكاترة، مثلا في برنامج أمريكي ذا دكتور، أوصى أو اللجنة جميع الدكاترة كانوا في لقاء، فعشان الموضوع ده أوصوا إنه الإنسان ما يروح للمستشفيات إلا إذا احتاج يعمل عملية. بمعنى يعني في إنسان بيعاني من مرض مثلا الكلى، فالمفروض ما يروح المستشفى، يجي الطبيب للبيت. حتى غسيل الكلى ممكن يتأمن في المستشفى في الغرفة، لكن تكون الغرفة اللي فيها الغسيل مثل غرفة العناية المركزة. فلذلك هناك توعية للمرضى والدكاترة، يعني معروف هذا الشيء. فبرنامج ذا دكتور نصح إنه الإنسان عشان يكون في أو يحافظ على صحته، لأنه جميع الفيروسات وحتى المستجدة هي نشأت من المستشفيات، مثل فيروس الكورونا، وتنشأ وتكثر في الأجواء اللي يعتبر الأماكن العامة مثل غرف التنويم في المستشفيات والعيادات والمستوصفات، وأيضا الفصول الدراسية والجامعات والأماكن العامة، لأن الفيروسات طبعا في أنظمة التكييف بتبقى والفنادق كذلك بتبقى موجودة وتعدي المريض. يعني حتى موضوع الحجر في الكورونا في الفنادق والغرف في الفنادق تعتبر ناقلة للعدوى، لأنه لو تم حجر واحد وبعدين جاء واحد يستطيع تنظيف نظام التكييف، لأنه الجراثيم تبقى وفي تدوير للهواء. فالحل الوحيد إنه تكون الأجواء زي غرف العمليات وغرف الآي سي روم اللي هي آمنة. إيش السبب إنها آمنة؟ إن مستوى ثاني أكسيد الكربون أقل أو مثل المواصفات المطلوبة اللي هو ما يتعدى 700 جزء من المليون، يعني طبعا كيف نوصل لهذه المرحلة؟ عن طريق تجديد الهواء، يعني كمية الهواء تسمى air volume، طبعا معروفة في كل غرفة. مثلا لو غرفة كمية الهواء فيها 2000 قدم مكعب، تحسب طبعا مساحة الغرفة ضرب الارتفاع، فيكون تغيير الهواء فيها 10 مرات في الساعة، يعني 2000 دين غيرها 10 مرات في الساعة، كل 10 دقائق أو كل 6 دقائق يتغير الهواء كامل. تغيير الهواء إنه تجديده، إنه يأتي هواء بديل، لأن الغرف بدون تجديد الهواء المكيفة بيدور الهواء، يعني بينسحب من الغرفة ويرجع للغرفة، ما في تجديد هواء. فيجب أن نطرد 2000 خلال 6 دقائق، طبعا نحسبها معناته عندنا 400 كل دقيقة، يعني عندنا نظام يدخل هواء خارجي 400 تسمى في الدقيقة، لأنه قسمنا 2000 على أو على 6 دقائق حتى نحصل على 6، ففي 400 من 300 إلى 400 تصير في مادي
تقريبا مكيف 1 طن، يعني نخلي واحد من المكيفات ما يدور الهواء، يعني يأتي بهواء من الخارج 400 CFM. يعني لو تخيلنا مكيف شباك، فيأخذ الهواء من الخارج مو من الداخل، فكل المواضيع هذه معروفة يعني، لكن من اللي يستطيع أن يحدد؟ طبعا في أجهزة في المبنى كله تقاس مستوى ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للتكييف المركزي، بالنسبة للغرفة يقاس في الغرفة، أو نعرف في 100 غرفة للمريض أو للمرضى تنويم، فكلها موبوءة، وفي مثلا 20 عيادة كلها موبوءة، وحتى كمان الممرات والمساحات المفتوحة في المستشفى كلها موبوءة، ما بتجدد الهواء، وهذا حتى في الفنادق والمطاعم وكل مكان. عشان كده زمن الكورونا اللوك داون أصبح الناس مهددة حياتهم، وممكن ينتشر الفيروس وانتشر المرض. وطبعا نحن لازم، يعني الهدف من المجلة أننا نحن نمشي مع الزمن اللي هو زمن الوباء وزمن الكورونا، وهو في ثقافة للناس، يعني الأطباء يمكن عارفين، وكذلك في مشكلة اللي هي كل من يعمل في الصحة حياته معرضة للخطر، لأنه هو الطبيب جالس في العيادة وبيجوله ناس، طبعا يتبع العيادة حتى اللي بينظف العيادة يمكن هو في خطر أكثر، وهو إنسان. يعني مثلا بعض الدول زي السعودية أو الخليج تحصل اللي ينظفوا ما هم من أهل البلد، فهنا مسألة قانونية. طبعا لو أصيب هذا إصابة على رأس العمل، فما بيتم أي تأمين له، يعني أحيانا نرجع لبلده. أو يعني يكون صعب عليه أنه يتعالج ويعيد صحته من جديد، يصير عنده تلف. طبعا الدليل في المجلة حيكون للأطباء المشاركين في هذه الحالات اللي قلنا حنشوفها أمامنا، 550 طبيب، حيكون عندنا 5500 حالة، يعني لكل 10 أطباء 550. يعني طبعا الدراسة هذه أو المجلة والدليل، يعني نهدف إلى اشتراك مثلا 50 طبيب في عندنا 10 حالات، يعني 500 حالة، 100 طبيب يعني 1000 حالة. الحالات هذه نقص المناعة والعدوى وكذا، يعني ممكن تأثر حتى على المريض على أسرته، يعني لو اكتسب هو أي مرض اللي هي من أمراض الهواء مثل الكورونا أو التنفس ممكن يعدي في البيت. فأرجو أنه في هذه الرسالة، أنا طبعا حستمر في الرسائل وحتكون على اليوتيوب وحتكون على للتوعية. طبعا نجي للمجلة تمويلها، مثلا الطبيب، يعني قد تكون المجلة ب50 جنيه، فيستطيع الطبيب يأخذ 10، يعني يسجل 500 مسبقا، فهنا يجي الدخل والدعم المستمر، 10 نسخ على أساس للتوعية.
يعني تكون موجودة في العيادة، يستطيع المرضى يفهم. طبعا المرضى برضو اللي نتابع حالاتهم والدراسة اللي حتتم أيضا توعية، فحتى المرضى يعني لما تكون الدراسة موجودة يحتاج أنه يعتبر يدرس الحالة هذه، لأنه تجربة مرت عليه بنفسه. أكتفي بهذا القدر وشكراً.